أقسم بالله يا جماعة، والله العظيم في رسائل، والله العظيم عن جد عن جد أتمنى أوريها لكم، عشان يعني جد عشان الجلطات اللي تجيني كمان تحسوا فيها. جد والله العظيم في رسائل قسما بالله العلي العظيم إنها تجلط تجلط جد تجلط والله العظيم عن جد والله. انتوا بالمرة اقسم بالله انتوا بالمرة منتهيين والله العظيم. في بنات والله العظيم منتهيين من جد، مصدقين كل شيء هون بالتيك توك، يعني عن جد انتوا والله العظيم كده تجيني رسائل غريبة والله. يا دعاء شوفي ترى يحبك وانتي جرحتيه ولازم انتي تصلح الموضوع. شوفي دودو هلا انتي زعلتيه بس هو رد لك في قصة في الموضوع، واقسم بالله في قصة في الموضوع والله العظيم والله العظيم قسما بالله. في السناب بدي اوريكم سنابي والله العظيم قسم بالله انكم تقولوا هل هذا الشيء حقيقي جد والله العظيم. دعاء شوفي انتي هلا سويتي الغلط لازم انتي كمان تصلحي. شوفي دعاء ترى هو جاه اكتئاب من شوفي انتي المره اللي في فيلم في عايشين مسلسل. لا شوفي والله يحبك لازم تزوجي وتسوي ولادات كمان وتستقري. انتم من جدكم؟ لا انتم من جدكم؟ وقسم بالله ترى انتم مريضين والله العظيم مريضين، اقسم بالله العلي العظيم لازم تتعالجون يا اللي تكتبون كذا والله العظيم. انه هذا الحالة مرة صعبة، هذه مراحل فعلا فعلا صعبة اقسم بالله. يعني تصدقون اذا بقول لك مثلا سلطان العنزي في حياتي كلها، كم انا اعرفه 3 سنوات، في حياتي كلها حكيته مرة واحدة، حكيته خاص مرة واحدة. يوم مرة التقى واحدة في المطار وقالت له انت اللي تقول عليك هديك قصيرة، وصرنا نضحك. قال لي والله شوفي كده كده بعت لي في السناب. قسم بالله العلي العظيم انا سلطان العنزي ما عندنا خاص انا وياه ولا في بالعكس. هلا مثلا عمار انا وياه اصدقاء اكثر مثلا من سلطان والله جد. ففي اكشن تمركبين اشياء مره والله العظيم انا احسكم مريضين جد. هو في عالم وانا في عالم، ولما نقفل التيك توك ننساكم وننسى الدنيا وننسى التيك توك وننسى بعض جد. انتوا والله العظيم والله العظيم والله العظيم هذا مرض جد. وموضوع انك ما تؤمنون بصداقة بين الولد والبنت هذا اسمه مرض كبتي. انتي شخص مكبوت، انتي لو اهلك عطوك حرية 1% تصيري خلاص ما يمسكوك يلاقيك في الكبرات جد قسم بالله. اي بنت ما تصير تشوف الرجال عندهم بس انها علاقة، اعرفي انك انت ما يصير اصلا تطلعين من بيتك، ما يصير تطلعين من بيتك ابدا، لانه احنا كبرنا مع الرجال. احنا كنا نجلس في الطاولة ولد بنت. انت لو جلسوك مع الولد انت شو كنت سويتي؟ يعني ما ادري ترى في اختلاف، انت من دولة وانا من دولة، تربينا بطريقة مختلفة، يعني مشان هيك نظرياتنا مختلفة. ترى احنا مثلا ما عندنا ترى المدرسة الشباب مدرسة بنات، عندنا مجتمعين ونجلس ولد وبنت في مقعد واحد جد، نجلس في طاولة واحدة ولد بنت. فما عندنا شيء اسمه صداقة، عندنا شيء اسمه أخوة. مش اي رجال نشوفه هذا رجال نتزوجه
يعني لازم تدخلي فكرة انه في غيرك ثقافات يعني، وانت كمان لازم تطلعي من هذه القوقعة، يعني لازم تطلعي، والله جد لازم تطلعي من هذه الوقوقة جد يعني لازم تعرفي اني انك في ممكن يكون عندك، وفي ممكن يكون عندك صديق بمليون صديقه، بمليون صديقه. البنت ممكن تغار منك ترى، البنت ممكن تاذيكي في رزقك في صحتك، جد جد جد. الشاب عنده كذا يشوفك اخت لا يقول لك من الاول انا وياك علاقه، خلاص انا احبك وانا معجب فيكي كذا، هذا والله. فانتي لازم تكوني كذا، مش اي يعني. انتي ترى صعب امر امرك، صعب امرك. انتي تجلسين خلوكي فرديه مع رجال، مشكله مشكله مشكله. انتي ما تجلسين مع رجال، جد جد. اذا انت عندك هذه الافكار انت فعلا ما يصير، انت فعلا 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 ما يصير تجلسين مع مكان فيه تجمعات فعلا، لانك ما عندك هذا الشيء والله. وكمان الرجال يلي مو متعود يشوف بنات عيونه مو شبعانه بنات، صعب جدا والله. فيعني انا انسانه مره اؤمن بصداقه يعني بين شاب وبنت، اؤمن بها ترى والله العظيم، قسم بالله اني انا عندي صديق من الابتدائي، من ثالث ابتدائي ليومنا هذا صديقي والله العظيم. تزوج وعنده وليدات ولاد، ألعب معاهم ومرته صديقتي، ما في صداقة. المهم أنت مكبوتة، أنت عندك كبت، هذا مرض. هون بيجي المغتصب والمغتصبات جد جد، وهون يجي البنت اللي تغلط، هون البنت اللي تغلط وتيجي تقول قسما بالله لو أنت بنت رجال، لو جمعتك غرفة واحدة غرفة واحدة مع رجال، قسم بالله قسم بالله كذا والله العظيم. هذه اللي تجي تقول ضحك علي، ما في واحد يضحك على بنت، ما في ولد يضحك على بنت. انت تروحين بإرادتك وانت تسوين بإرادتك جد. والدين وين راح؟ والله العظيم الله يسعدك، الدين ما قال لنا هذا الكبت، أنا الدين بريء من هذا الكبت. عائشة رضي الله عنها كانت تداوي المرضى اللي جايين من الحرب، وكانت تدرس. هذا الكبت ما في ترى، الدين ما علمك الكبت الله يسعدك والله العظيم. لازم 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 ما يكون عندك الكبت هذا جد. عشان شو؟ عشان تختاري صح، عشان تختاري صح.